المنتخب الوطني تحت 23 عاما يواصل تدريباته ضمن معسكر الإعداد لكأس آسيا 2020. النصر يحصد كأس السوبر لأول مرة في تاريخه. الكاميروني تاومبا يغيب لمدة 6 أسابيع والإدارة النصراوية تتكفل بعلاجه. نشرة رياضية من الإخبارية، أهلا بكم. في حديث للإخبارية تحدث رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن استضافة المملكة لرالي دكار للمرة الأولى. يعني أنا سعيد جدا بالحضور اللي موجود وبالتجهيزات اللي موجودة، وهذا ندل على شيء، دل على مكانة المملكة العربية السعودية وأيضا إمكانيات المملكة العربية السعودية في تجهيز حدث عالمي زي هذا، ونتطلع إلى المزيد من الفعاليات إن شاء الله التي تصب في مصلحة المملكة وشباب المملكة وتوجهات المملكة 2030. كل التنظيم سائر عن طريق الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لرياضة السيارات، وأيضا شركة ASO اللي هي الشركة المنظمة لرالي دكار والمالكة لرالي دكار، وأيضا إحنا اللي نحب أنه يعني يبان في هذا الرالي هي تضاريس المملكة وجمال طبيعة المملكة العربية السعودية من الانتقال من منطقة لمنطقة ومن مكان لمكان، عشان يبان للجميع إمكانيات وجمال وطبيعة المملكة العربية السعودية. الجديد أنها أول مرة تقام في المملكة، واللي راغبين في المشاركة في بطولة محلية للاتحاد السعودي أقيمت السنة هذه السنة اللي فاتت عام 2019، وهي لكل من يريد أن يشارك في دكار يشارك في البطولة المحلية، ومن ثم يقدم لهم الدعم للمشاركة في دكار إذا حققوا النتائج المرجوة منهم. ما في شك أن لما تجي تنظر إلى 65 دولة قادمين للمملكة للمشاركة في هذا السباق، هذا ندل على شيء، دل على انفتاح المملكة والسياحة وغيرها. وأيضا منقول السباق على 190 دولة في العالم، فهذا على توسع الكبير الذي ستحظى به التغطية، وهذا ما نسعى له إن شاء الله. وصل المنتخب الوطني تحت 23 عاما تدريباته ضمن معسكر الإعدادي بتايلاند، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وأدى لاعب الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد. توج النصر بلقب بطولة كأس السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه على نظيره التعاون بركلات الترجيح، ووصل الأصفر للتتويج بالسوبر بعد محاولتين لم يكتب لهما بالنجاح، حيث سبق للفريق العاصمي إن لعب نهائي البطولة مرتين أمام الشباب وأمام غريمه التقليدي الهلال، حيث خطف أول اللقب له في الجوهرة المشعة. بدأ النصر مبكرا بتهديد مرمى التعاون بانفرادة اللاعب حمد الله في الدقيقة الثانية، ولكن البرازيلي كاسيو يحمي شباكه. حاول التعاون بهجماته تعزيز حظوظه بتسجيل الهدف الأول، ولكن دفاع النصر يتفوق في حماية مرماه. ومن كرة ركنية وبعيدا عن رقابة الكاميروني توامبا يعلن عن الهدف الأول في نهائي السوبر. آمال الجماهير النصراوية بأن يحرز لاعبها هدف التعادل في الشوط الأول، ولكن حمد الله يواصل إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى. الشوط الثاني من ليلة السوبر كان عنوانه الفرص الضائعة. بداية الشوط قائم النصر يقف إلى جوار حارسه ويتصدى لمحاولة إميسي. الدقيقة 57 أعلن معها حمد الله عودة النصر لموقعة السوبر. لم يقف التعاون مكتوف الأيدي بل عاد لتهديد مرمى النصر والعارضة تمنع الهدف. رد جوليانو بتهديد مماثل والقائم التعاوني يرفض السماح للكرة بالدخول. احتكم أبطال السوبر إلى ركلات الترجيح التي رجحت كفة النصر على التعاون ليحتفل النصر بتحقيق أول ألقاب الموسم الرياضي.
ومن النصر إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي أعلن عن الفرق التي ستتواجه معا في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين ومواعيد مبارياتها. وأوضح الاتحاد أن الأندية المتأهلة هي 8 أندية ستلعب مبارياتها كالتالي: أبها مع الفتح، والعدالة مع النصر، والهلال مع الاتفاق، وأخيرا الوحدة مع الأهلي في السادس عشر إلى الثامن عشر من يناير الجاري. وأضاف الاتحاد أنه في الدور النصف النهائي سيلعب الفائز من أبها والفتح مع الفائز من الهلال والاتفاق، ويلعب الفائز من العدالة والنصر مع الفائز من الوحدة والأهلي. أعلن نادي التعاون أن مهاجمه الكاميروني ليندر تاومبا سيغيب لفترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع بسبب الإصابة. من جهة أخرى، تكفلت إدارة النصر بعلاج تاومبا في أفضل المستشفيات بعد إصابته في مباراة السوبر، والتي تعرض فيها اللاعب لإصابة قوية بعد تدخل قوي من المدافع عبد الله ماجو. كشفت الفحوصات المبدئية التي خضع لها الكوري الجنوبي جانغ هيونغ سو في موضع إصابته بأسفل عضلات البطن حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يصل إلى أسبوعين سيغيب عن تمثيل فريقه. وكان نجم خط دفاع الهلال قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الفيصلي ضمن لقاءات دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، واضطر الجهاز الفني لاستبداله بالمدافع محمد جحفلي. إلى نادي الفيصل الذي أعلن أيضا عن تعرض لاعبه البرازيلي رافائيل دا سيلفا للإصابة بخلع في الكتف الأيسر. وذكر النادي عبر حسابه الرسمي في تويتر أن دا سيلفا تعرض للإصابة خلال لقاء الهلال الماضي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا في بيانه حاجة اللاعب للعلاج والتأهيل لمدة 10 أيام. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. انتر ميلان يصطدم بنابولي في قمة الجولة 18 من الدوري الإيطالي. أهلا بكم من جديد. أعلن النادي الأهلي تعاقده مع الألماني ماركو مارين صانع ألعاب نادي ريد ستار الصربي. وأكد الأهلي عبر حسابه في تويتر أنه سيتم التوقيع بشكل نهائي مع اللاعب بعد اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة. يذكر أن مارين سبق له اللعب لأندية تشيلسي الإنجليزي، وفي ألمانيا لعب من أندية فيردر بريمن وبروسيا مونشنغلادباخ، بالإضافة لفيورنتينا الإيطالي وشبيليا الإسباني وأندرلخت هولندي. أعلن حارس مرمى منتخب عمان والمحترف في صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي علي الحبسي اعتزاله اللعب الدولي نهائيا. وذكر الحبسي عبر حسابه في تويتر أنه بعد سنوات تشرف فيها بخدمة منتخبه الوطني داخل الوطن وخارجه يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع المنتخب الوطني. وبرز العماني بشكل كبير مع منتخب بلاده وحمل ألوانه في 128 مباراة وقاده إلى إحراز لقب كأس الخليج في 2009، وحصل على لقب أفضل حارس في البطولة 4 مرات.
في ديربي كاتالونيا تعادل برشلونة مع مضيفي إسبانيول بهدفين لكل منهما ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني. تقدم ديفيد لوبيز لأصحاب الأرض ليرد بعدها بارسا بهدفين للويس سواريز وفيدال قبل أن يسجل وولي هدف التعادل لإسبانيول. وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة ليتقاسم الصدارة مع ريال مدريد، بينما بقي إسبانيول في ذيل الترتيب برصيد 11 نقطة. وفي ذات الجولة دشن ريال مدريد عامه الجديد بانتصار مهم على جاري ختافي بثلاثية نظيفة، فيما صعد أتلتيكو مدريد للمركز الثالث في ترتيب الليغا بفوزه على ضيفه ليفانتي بهدفين لهدف، كما حقق فالنسيا الانتصار الأول في العام الجديد على إيبر بهدف دون رد. وإلى إيطاليا، وفيها يستقبل نابولي ضيفه الإنتر على ملعب سان باولو ضمن منافسات الجولة 18 من الكالتشيو. ويطمع نابولي العائد بقوة للمنافسة بمواصلة الصدارة في حين تراجعت نتائجه بفعل الهزائم المخيبة. هذا ولم يخسر الإنتر خارج أرضه هذا الموسم، مسجلا 7 انتصارات وتعادلا وحيد حاصدا 22 نقطة مقابل 20 نقطة، في حين جمع نابولي 13 نقطة خارج أرضه مقابل 11 نقطة في سان باولو من خلال 3 انتصارات وتعادلين و3 هزائم. وفي صراع الصدارة يستضيف يوفنتوس نظيره كالياري، ويسعى اليوفي لمواصلة الضغط على المتصدر انتر ميلان والذي يعد مفاجأة أخرى من مفاجآت هذا الموسم، حيث لم يقدم اليوفي حتى الآن الأداء المنتظر لكنه ما زال منافسا شرسا مؤكدا تمسكه باللقب، وهو الذي لم يخسر على أرضه خلال 8 مباريات فاز ب7 منها، في حين خسر كالياري مرة واحدة بعيدا عن أرضه مقابل 3 انتصارات و4 تعادلات. وبعيدا عن المنافسة فإن هموما مشتركة تجمع ميلان وسامبادوريا هذا الموسم، فميلان حلم مناصره بموسم مثالي يشهد العودة إلى دوري الأبطال، في حين كانت تطلعات سامبادوريا للمشاركة الأوروبية، لكن النتائج لم تكن في المستوى المأمول، فأنهى ميلان العام بالمركز 11 وسامبادوريا بالمركز 17، حيث سيلتقيان في سان سيرو على أمل أن يكون العام الجديد أفضل حال، وخاصة بالنسبة لأصحاب الأرض الذي ربما يشهد مشاركة نجمه السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش العائد إلى الكالتشو على أمل أن يكون قائدا لحملة عودة الفريق لمكانه الطبيعي بين الكبار. كشفت تقارير صحفية إيطالية عن نية مانشستر يونايتد في بيع لاعبه الفرنسي بول بوجبا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وبحسب الصحف الإيطالية فإن المان يونايتد يود التوصل لاتفاق على بيع بوجبا من أجل تحقيق أكبر عائد مادي من بيعه، مشيرة إلى أن اليوفي يسعى لعقد صفقة تبادلية ينتقل على إثرها براندريسكي وينتهي عقد اللاعب مع فريقه بنهاية الموسم المقبل وسط اهتمام من ريال مدريد ويوفنتوس، وخصوصا الأخير الذي يتمسك مدربه ساري بإعادته إلى الفريق من جديد.
أشارت صحيفة لاجزيت ديلو سبورت الإيطالية أن إنتر ميلان سيواصل الضغط لحسم صفقة لاعب برشلونة الإسباني فيدال في فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وأشارت الصحيفة إلى أن عرض إنتر ميلان المبدئي يصل إلى 12 مليون يورو، في حين لا يرغب النادي الكتالوني في سماع عروض لا تقل عن 20 مليون يورو. وكان فيدال اتخذ الخطوة الأولى للضغط على إدارة برشلونة للرحيل من خلال تقديم شكوى عن طريق وكيله للاتحاد الإسباني تفيد بعدم تقاضيه مكافآت متأخرة له حتى الآن. أكد تقرير صحفي إسباني توصل ريال مدريد لاتفاق مع فلامينغو بشأن ضم نجمه الشاب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وأكدت صحيفة ماركا أن ريال مدريد اتفق مع النادي البرازيلي على ضم نجمه الشاب جيسوس في يناير الجاري، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة بعد 19 من يناير بعد أن يبلغ اللاعب 18 عاما لتلافي الدخول في مشاكل مع الفيفا. ومن المقرر أن يشارك رينير مع الفريق الثاني لريال مدريد على أن يتم تصعيده للفريق الأول خلال الموسم المقبل. لم يتبقى سوى العناوين. المنتخب الوطني تحت 23 عاما يواصل تدريباته ضمن معسكره الإعدادي لكأس آسيا 2020. النصر يحصد كأس السوبر لأول مرة في تاريخه. الكاميروني تاومبا يغيب لمدة 6 أسابيع والإدارة النصراوية تتكفل بعلاجه. نهاية أخبار الرياضة، ولمزيد من التفاصيل تابعونا على تويتر. موعدي يتجدد معكم في نشرة التاسعة. في أمان الله.